ياس بعضها كان نقدر نتقبل كل شيء. هني قال نهضر معاك انا كنت تهضر ما قلت لكش اكسيفي ما لا تسمعني ما دير بالك انا اكثر راح كيما قال راح نهضر معاك جو في دروا طوبيل احترم لا فاصون تاع الهضره تاعك انت واش ست للموسيقى الجزائريه حبيت نسقسيك انا زدت صوالح بزاف ما تسمع ماشي للموسيقى الجزائريه الموسيقى يا اخي ماشي جزائريه الموسيقى سيتون شوز يونيفرسال عالمي. بلوتوث يوم هذا. اسمع انا كي بديت نغني ما كانش لوطوتين. انا كي بديت نغني ما كانش لوطوتين. انا نغني لك بلوطوتين كي تحطيني لوطوتين كي تنحي لوطوتين نغني لك بلوطوتين. انا كنستخبر لك في وجهك نحرقه لك على بالك. وكان قد ما نستخبر وجهك نحرقه لك. باش. سبحان الله. وش دخلك في اسمي؟ كان انت النوم انت ماما مو كاشي ديالك عرفت منين تجيبه اسمح لي الكاشي ديالك تجيبه انت من وزاره النقل نو مامو ماشي انا مخك قارين تقول لي وزير النقل انت تقول لي رشيد بوعدان تاعك وزير النقل عليك انت نورمالمون تخدم ايبو يا ولدي خليني ساكت باش خليني ساكت احتراماتنا لعمال النظافه بيان سير كل احترامات خليني ساكت لعمال النظافه باسكو هذاك الدبلوم تاعو اللي بلي فالابل كو تاعك انت بصح خير من ديالك ثاني لا بلي فالابل ديالي خير من ديالك انا هذاك انت هذاك الشجري عار ماشي هذاك الشجري واش غادي نولوا خلينا نولوا الموضوع اخر دوكا غنولوا الموضوع اخر يا امين لا يا امين خلاص حبيبي يا امين لا خسر لي كاميرا لي كاميرا شوف لك كاميرا امين لي كاميرا فوق تقلق امين وما حبش يكمل معنا الحصه حتى اضطرينا باش نقولوا له كاميرا كاشي وعلاش ضربتيو هكذاك واش كان واش صرا لك امين شريك يقاسنا في الشخصيه تو سامبلون انت اللي قاسك في الشخصيه حاجه باينه سي لوجيك كي تروح لك لا بيرسوناليتي ماكش انسان تي بلون تريما طيش روحك ما ديرش روحك من البشر بصح انت كي ما تكونش بشر تقدر تكون وسيله نقل ياك انت تي جي في هذي حالة راني فيها ها؟ الله يا أخوة أمين ندخلوه معليش حبينا لو تزقط الكاميرا كاشي صايد أدخل سلام لا اسمح لي يا أخوي انا تاني كان بكالي بليسي شغل راني ياسي امين حبينا غير نقلقوك باش نشوفوا السرعه نتاع التي جي في هذاك الافسانه اللي شغل كي قلت لي هذاك والله غير كل شيء كان بيان الكلمه شغل اللي ديجا من قبيل وانا القرعاي غير تستعمر هذاك وانا كذا كي قال لي انت يا عار خويا امين حبينا نوريك التقرير اللي مازال ما شفتوش ودرت هذا كاع نشوفوه برك كان شفت البروبليم نشوفوه برك تمام الشاب أمين تي جي في من مغني الصيفي لمغني الراي يعشق كثيرا الظهور في الشاشة صرح في إحدى الجرائد أنه يحصل على أكثر من 16 مليون في الساعة الواحدة إلا أن هذا الأخير يأخذها بطرق ملتوية وغير قانونية جل أغانيه تحتوي على كلمات بذيئة وغير أخلاقية ولا علاقة لها بالفن همه الوحيد الربح السريع للمال سحبت رخصة سياقة أمين تي جي في العديد من المرات إلا أن هذا الأخير يستعمل نفوذه لاسترجاعها فهل أمين فعلا ابن شخصية مرموقة في الدولة؟ أم أنه يستعمل بما يعرف بالرشوة؟ شنو؟ دخلني في حيط يا أخي الله العظيم صافي أنت كون شفت هذا وش صرايا؟ هذاك الرشوة وكذا من بعد يقول لك شكون اللي دار اللي مونطا العفسة؟ شريك من بعد تعود بالترنافيس في العين صحة رمضانكم يدخل عليكم بالخير والهنا والبركة وإن شاء الله يا ربي هذا العام اللي ما عندوش الله يعطيه واللي مريض الله يشافيه واللي محبوس الله يطلق سراحه وإن شاء الله يا ربي يعطينا الخير والهنا واللي ما عنده السكنة تعود عنده واللي ماشي خدام يخدم اكسيتيرا اكسيتيرا نموت عليكم أعطيكم الصحة خاوتي ياسين درهبية إسلام الله يطول في عمرك ليكيب تكنيك الجماعة أوسي اللي راهم في الكوليس اللي راهم من لورا نسمعوهم وما نشوفوهمش في خاطركم أوسي
عليك. قدم لكم هذا البرنامج برعاية جيزي. جيزي معها تقدر. جيزي تقدم لك العروض الجديدة ميلينيوم، راح يكون عندك كلش مكالمات وأسماس غير محدودة نحو جيزي، رصيد بزاف رصيد، وتقدر تستعمله حتى للمكالمات الدولية. راك حاب انترنت ثاني؟ راح يكون عندك انترنت وبزاف انترنت وقت ما حبيت. مع ميلينيوم ب 1200 دينار عندك كلش، شكل بسرعة إطوال 720 جيز. جيزي معها تقدر. العروض الخاصة لأوريدو ترجع في شهر رمضان. استفيدوا من الانترنت والمكالمة باطل لمدة 24 ساعة ب 100 دينار فقط. أوريدو، عيش الانترنت. رمضان الكريم مع بيبسي الآن لليتر ب 100 دينار جزائري فقط. اكتشفوا جيزي سمارت، العرض الوحيد اللي يعود لكم قيمة الهاتف ديالكم، يوفر لكم مكالمات غير محدودة وحجم انترنت كبير وبزيادة رقم هاتف بريميوم. هادي صح جامي صرات غير مع سمارت. اختاروا العرض اللي يناسبكم بتشكيل نجمة 735 دياز. جيزي معها تقدر. صحيتو، انتم صحابي جدد. اسموني تيري جوي، انا شو كوكتيل ولا برتقال؟ اها شوفي يا بنتي، هذا صاحبك جديد باين عليه حلو وكلب كبير. شكون مازال ما شربش تيري جوي؟ كوكتيل فواكه يا صاحبي. ديلي جوي ايت ان برودوي دو جروب بيفا. ايه مارغارينا صور صور شحال بنينا. ايه مارغارينا. ايش الصور مارغارينا صور. المارغرينا المفضلة عند الجزائريين تصدر في أوروبا وإفريقيا. شهر رمضان ب 150 دينار، المكالمات الاس ام اس نحو موبيليس فيسبوك وواتساب غير محدوده. موبيليس اينما كنتم. كاميرا سيلفي مزدوجه، واحده للسيلفي الشخصي واحده للسيلفي الجماعي. اوبو اف 3 ليكسبير دي سيلفي. اوبو كاميرا فون. هذه العائله راهي فرحانه، عجبتهم حاجه واحده، رونو سيمبول الجديدة. أمين عجبته كي شابة يحبوها كاع صحابو. مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها. كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانة. وجمال عجبته كي يقدر يدي عائلته وين يحبو. عجبتكم؟ رونو سيمبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية. كل يوم إبداع واستمتاع. متحمسين للتمتع وتبادل محتويات خلال شهر رمضان المبارك؟
مع العرض الجديد إيدو مدرسة لاتصالات الجزائر. استفيدوا بالإنترنت غير محدود وتحصلوا على بونوس عن كل تعبئة لرصيدكم. لكل تعبئة بقيمة 2000 دينار تحصلوا على 500 دينار. أكثر من ذلك، لكل تعبئة بقيمة 3000 دينار تحصلوا على 1000 دينار بونوس. استغلوا الفرصة، رصيدكم صالح لفترة أطول. اتصالات الجزائر. وخلال هذا رمضان زيدوا في سرعة الانترنت من 1 إلى 2 ميجا وما تخلصوا إلى 1900 دينار في الشهر لمدة 3 أشهر الأولى. زعفانا.com هذا الموقع للنساء فقط. Ce cocktail de fruits succulent aux vertus tonifiantes et rafraîchissantes. Les Jungaus, le meilleur de la nature. العرض الوحيد اللي يعاود لكم قيمة الهاتف ديالكم. هادي صح جامي صرات غير مع سمارت. يما جيت نعاونك في الفطار. وشنو هذا؟ ما نعرفوش انا. هادو مالي كوب شيف كنت نطيب بهم في دارنا، ما فيهمش الكوليسترول ويزيدوا واحد البنة للماكلة. احنا زمان الحريج والمريج ويا ربي، وانتم من حاجة صغيرة حبيتوا ديروا. زمان كان عندكم نيزيبيز بزاف، دركا كاين كوب شيف. واش اللي بدوني بشربة ديالكم ولا خبز ديالي؟ اللي عنده لي كوب شيف عمره ما يخاف. العروض الخاصة